برحب بكم في الجزء الثاني من حلقة الإعلامي والدكتور محمد ألفيز. جاهز والله. مساء الفل. مساء الفل. جاهز؟ جاهز. مش انت اللي علمتني كده؟ اه يعني يطلع عليا انا؟ يطلع عليا انا؟ اتفضل. دكتور محمد، انا دوري خلص في الحلقة دي. انا طول الحلقة اللي فاتت عملت حساب انك انت استاذي. انا ما عملتش اي حاجة. نيجي شيخ العرافين نشوف. اتفضل يا شيخ العرافين. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا حبيبي. لسه بتأجر قلمك ولا بطلت تأجر؟ انت جايب التعبير السخيف ده منين؟ لا انا عمري عمري لا عمري ما اجرت قلمي ابدا. يعني ايه؟ عمري ما اجرت قلمي، يعني انا طول الوقت لا اكتب الا ما اقتنع به، حتى لو كتبت حاجه وبعدين كتبت بعد كده حاجه تناقضها او يعني عكسها، فببقى في الحالتين، لما في الحاله الاولانيه ببقى مقتنع بالمعطيات اللي معايا بالمعلومات، ممكن تجد معلومات اكتب راي تاني مختلف، فعمري ما اجرت قلمي على الاطلاق. يعني ما هاجمتش الدكتور زويل عشان خاطر الاستاذ عادل حموده؟ لا ده موضوع تاني، يبقى انت كده مش فاهمه، ده مش شيخ عرافين خالص. لا يعني ده لازم تراجعي وضعه. لا الموضوع لا مش زي هو ما انت كل الشخصيات مش زي ما انت فاهمه. لا مش زي ما انت فاهمه. انا هاجمته ولا ما هاجمتوش؟ اسمع بس، ما هو انت جبت المعلومه، اقول لك اللي وراها. يعني انا كتبت 5 مقالات بشكل عنيف جدا ضد الدكتور احمد زويل، بشكل عنيف جدا يعني. وبعدين لانه انا بشتغل بطريقه، من اول ما اشتغلت المهنه يعني لما بنتمي الجورنان، فانا ما بعتبرش نفسي مفصول عن هذا الجورنان ولا عن رئيس تحرير هذا الجورنان. ولما يبقى جورنان الفجر، كان الفجر، ولما يبقى رئيس تحرير كمان عادل حموده طبعا، اللي هو مدرسه عادل حموده استاذ كبير، فالانتماء لي كان انتماء مهني وانساني طبعا. وبعدين هو حصل موقف، احمد زويل تقريبا يعني الراجل دمه خفيف، فالاستاذ عادل كان عامل حمله كنا مشتركين فيها على انه جامعه زويل عايزه تاخد الارض بتاع جامعه النيل، فكان هو الجورنان والاستاذ عادل واحنا ضد التصرف ده. وانتوا مالكم؟ لا ما مش مالنا، ما هو في ناس بتاخد الارض منها والناس دي بييجوا يقولون هي الارض دي بتاعت حد، كانت بتاعت ناس حد بتوع جامعه النيل، ما هو عاوزين ياخدوا الارض دي، ففي ناس يعني تظلمت وقالوا، فاحنا واقفين معاهم. طيب فوقتها كان المهندس محلب رئيس وزراء وكان قاعد مع الدكتور احمد زويل الله يرحمه، فكلمه المهندس محلب يعني شخص يعني خلوق ودود جدا، فكلموا الاستاذ عادل، فبيكلموا احمد زويل، فهو بيقول له انت ليه كتبت اللي كتبته ده؟ قال له يا دكتور احنا دي الصحافه واحنا ادرى بيها وبتاع. قال له انت ايه عرفك انت الصحافه؟ فوقتها الحقيقه يعني انا واحد مثلا خط معارك عشان الاستاذ عادل مش في الموضوع ده بشكل عنيف جدا، لانه انا منتمي للكيان ده. لما بيتهاجم الكيان ده او حد بيعتدي عليه او حد بيغلط فيه، فبدافع وبدخل معركه وممكن بعنف كمان. تمام. انا عندي مبدا واضح حتى مع الناس اللي انا بنتمي لاي شغل، اللي ياكل عيشي يسبح على سبحتي.